أخبار اليوم. في مثل هذا اليوم 25 من نوفمبر عام 1962 ولدت الفنانة ماجدة زكي، حيث بدأت مشوارها الفني بالتمثيل بعدة أدوار صغيرة، ثم سرعان ما حققت نجاحا كبيرا عبر الشاشة الصغيرة، فيما حققت نجاحا ليس بقليل عبر شاشة السينما الكبيرة. حصلت ماجدة زكي على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وتزوجت من الفنان كمال بورية، ثم انفصل في السنوات الأخيرة. شاركت ماجدة زكي في العديد من الأعمال الدرامية، منها ليالي الحلمية وأحلام الفتى الطائر وعائلة الحاج متولي والعطار والسبع بنات وعباس الأبيض في اليوم الأسود وغيرها من أعمال درامية مميزة. أما على المستوى السينمائي، شاركت في العديد من الأفلام الناجحة، منها حب في الزنزانة والإرهاب والكباب وعودة مواطن والإرهابي وامرأة تحت المراقبة وتفرج يا سلام. وعلى مستوى خشبة المسرح، شاركت بالعديد من الأعمال المسرحية الناجحة، منها حزني يا، ألباندا، عفروتو، ومولد، وصحب غايب. إنها ماجدة زكي صاحبة الابتسامة الدائمة. مصطفى سعد، أخبار اليوم.